وزيرك مالية حكومة الصومالية يا كور بحية هشيس الأحمر دولة الصومالية وسيو كليتو يا دل عتا دون كا أركني أوفا فحسن ما وحاي مقدشة كصدر تي وري حمدي محمد حسن وزير كمالية دولة الصومالية محمود حسن سليمان يا دل كدب جوس ولا بتي كدب شرر عالمية ولا واحد ليا دخلها أفريقيا هو كده عيد الكمريكان كو وزير كوكا قيب جلي وزير كيا فافاين كبحية هشيسي كو هذا نقالها الصومالية ولا صوصي ما دحده هي هذا العقد عدون كي مسؤولين كلا وشركة سكة قيب جلي وزير كيا سدو كلا وحوشيغا يشرر ولا قاتي وزير المالية دو الدم دنيا عرما الصومالية وكلا سؤال ليس دي وحلوك قبل لها ديما هلقول لي هاي الصومالية يدي بريسك كابها نقالها وبربر كو يميت لا وهي دها ناقون صدين waxaan soo toobay aan ka horeeyay ka qayb galno ee anagu ka faa'iideysanayna fursadaas waxaan soo toobay inaan kala hadalno waxyaabo muhiim ah oo ka dhaxeeya dalkeena iyo hay'adahaas oo ay ka mid tahay nidaamka Soomaaliya lagu lahaa oo ay muddadaas shaqada ku shaqeynay inayna u soo toobin inay bixiso sidii loo maareyn lahaa oo laga wada hadli lahaa oo ay ka mid tahay سيدي نقول قيب قادن لهايين دبو حسينة دالكا إيوه دبو دسيتك دالكا وحكالو نوسو تودي انتي آنو جوني إن الله كولانو وسيرو دالكا حبناها كا هيادهاس ويوغنو كسو قيب قلي شركة إن آنو هرهال الله كولانو وآنو هو هرهالاس كوالا مدا لأي آلانو سلام مركاس وحان وسي فايدي سيدي سفر خيجا إنو دولة مريكانكا وآه بيش وكان عاي شركو آنو آرقنو مدح كمدا وآي كم انتهاي وسارة دار يباها دبدا وآي كم انتهاي وسارة دار العقدة يدار كاس سوس ودو وحو آها شر آدي آد ومهيمة آدي آد نوو حقاقي آنو رجين إنو حياوه لغا وضا حالي إن لغسي وضا وفرق أبو موسي سمعيو shirkan oo ka dhacay magaalada Washington ee dalka Mareykanka ayaa markii ugu horeysay muddo 22 sano kadib uu ka qayb galay wasiir maaliyadeed oo matalay dalka Soomaaliya Xamdi Maxamed Xasan Somali Channel Muqdisho